احنا قسمنا الدوائر الضغط في العلاقات لثلاث دوائر، دايرة السوداويين، ودول الناس اللي دايما بيمتصوا طاقتك الإيجابية وبيصدروا لك نيجاتيفيتي، ودايرة البين بينيين اللي هو بيعرفك بس وقت المشاكل، أو إن هو بيحاول يصدر لك دايما إن هو لا مش مبسوط أوي زي ما أنت متخيلة، وبيستخدم تكنيك كده لطيف معرفش إيه مين ابتكره، يعني اسمه الشكوى رقوة، فيقعد يعني ممكن ده يشتكي بيتقي لك عشان الحسد يعني يعني. يتقي شر الناس. الامر الثالث او الدائره الثالثه هي دائره السايكوباتيين، وقلنا ان افظع نموذج للسايكوباتي هو السايكوباتي المتدين. ده افظع نموذج ممكن تقابليه. ليه؟ لانه مش بس بيسيء للدين، وانما بيصعب اكتشافه. بيصعب اكتشافه انك بتتوسمي في اللحيه، في النقاب، بتتوسمي في الحاجات دي، ان ده صعب يكون في شيء من سايكوباتيه او من شر. وقلنا ان هو بيبدا كلامه بسم الله وينهيه بجزاك الله خير، ويتشدق بالاحاديث والاقوال والافعال وحاجات كده، والحقيقه بتبقى عكس ده تماما. طيب الحديث اللي صحح الوضع وخلى اكتشاف الامر اسهل كتير هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اربع خصال من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصله منهن كانت فيه خصله من نفاق حتى يدعها: اذا حدث كذب، اذا اؤتمن خان، اذا عاهد غدر، اذا وعد اخلف، وفي روايه ان هم خمسه اذا خاصم فجر. اتكلمنا عن الأربعة دول، وقلنا إن دول من صميم الشخصية السيكوباتية، إن هو كذاب، إن هو لما بيؤتمن بيخون، إن هم لما بيوعد بيخلف الوعد، وإن هو عادة يعني ملوش كلمة. الخمسة ده من عظيم خصال الشخصية السيكوباتية اللي هو إذا خاصم فجر. الشخص السيكوباتي ده طول الوقت ممكن يظهر لك ان هو معاكي وجنبك ودعمك وقد ايه كان يعني مهتم بيكي وحاجات كده، واول ما يحصل بينك وبينه خلاف تلاقي الامر تحول تماما، واصبح الخلاف ما بينك وما بينه كأن الارض لن تسعكم انتوا الاثنين. هذا النموذج اللي هي ممكن تظهر هذه الشخصيه بمظهر التدين الجميل، انها تظهر هذه الشخصيه بمظهر ديني لطيف جدا، وان تكون مثلا منتقبه وبتاع وجميله وجزاك الله خيرا واهلا وسهلا وحاجات كده، ثم تلحق هذا المظهر الديني بمظهر مرضي: انا عيانه، انا مريضه، انا جسمي تعبني، اصلا انا ما بقدرش اتحرك، اصلا انا عندي مش عارف ايه، باخد علاجات لايه، ثم تتبع المظهر المرضي ده بشبكه عنكبوتيه من العلاقات، انها تبدا تتوغل في كل معارفك وكل الناس اللي حواليك، ثم تقرر مع اول اختلاف انها تتحالف مع كل الناس ضدك، يعني مش تعمل خلاف معاك انت لوحدك، دي بتروح لكل الناس تشوه صورتك، ثم تلحق بك اذى او ضرر وتاذيك فعلا، وعندها من المبررات الدينيه من وجهه نظرها اللي يسمح بده. بنتكلم هنا عن نموذج للاسف مش بيبان منه قوي هذه النزعه الشريره. يعني السايكوبات البيور ده بتلاقي حد طف وعنيف واجريسيف، وباين ان هو حد كده في غلظه يعني، لكن السايكوبات المتدين ده بيبقى من اصعب الشخصيات في اكتشافها، لانه خدي بالك التكنيك اللي هو بيستخدمه، يعني تلاقي هذه الشخصيه بتعمل ايه، تظهر قوي بمظهر التدين، لحيه، نقاب، مش عارف الحاجات الجميله دي، ان هي بتبان بمظهر الاخلاق، ولكن لازم تستعطفك في الاول، يا يعني لازم تبين لك ان هي ظلمت وان هي خدعت. فقصة بتكون فيها مدخل عظيم جدا اللي هو مدخل الانسانيات بنية مميتة جدا اللي هي نية الاذى. خليني اقول لك احد الشخصيات دي بيبتدي يمارس التصنيف ده ازاي. ان تلاقيه ممكن يتحالف، يعني هذا المظهر التدين اهو، ممكن يتحالف مع حد مش متدين خالص. وحد ملوش علاقة بالدين خالص، ليه؟ عشان يأذي طرف ثالث. يعني بيتحالف مع طرف تاني ملوش علاقة بيه أبدا عشان يأذي طرف تالت، عشان يأذي حد هو عايز يدي لنفسه المبرر ان هو أذى. هو طول الوقت شايف ان هو ما خدش حقه، وطول الوقت بيبدأ بقى يتعامل معاكي، وده الشق النرجسي. يعني انت كنت مشغلة مجموعة ناس معاكي ومنهم هذه الشخصية، وابتديتي تحس ان الشخصية دي عاملة لك مشاكل والناس بتشتكي منها كتير، فخلاص الشغل ده من اخر حاجه في الدنيا، سلمي الشغل بتاعك وامشي. بالنسبه لها استحاله تعمل كده، استحاله ببساطه وبسلاسه وبهدوء تديك الشغل. انت فاكره ان الشغل ده بتاعك انت كصاحبه عمل؟ ده شغلي انا، انا اللي عاملاه. لا، انت عملتي حاجه بتاخد عليها اجر؟ لا، نجاحك ده انا اللي حققته، وهكذا. طيب خلاص يعني ناخد بقى مكافاه نهايه خدمه وتمشي.
تبدأ تتحالف مع كل شخص ممكن يكون بيكرهك وتطلع كل أسرار شغلك. وهنا تلاقي إن نموذج تاني من الشخصيات السيكوباتية اللي فيه ناحية نرجسية أو هستيرية. إيه الناحية الهستيرية؟ مثلا حد كان ظاهر ده مثلا بشكل معين، شكل لبس معين وحجابه بتاعه، فجأة تاني يوم تلاقيه هوب من غير حجاب من غير حاجة خالص، بعدها بيوم هوب لابس الحجاب ومش عارف عامل إيه وهكذا، يفضل طالع نازل في هذا النموذج الهستيري. النموذج الهستيري ده بيبقى عايز يظهر بأي شكل، فتلاقي النموذج الهستيري اللي عايز يظهر بأي شكل ده ممكن يتحالف مع شخصية سيكوباتية علشان يعملوا ايه؟ يخدموا بعض حتى لو على حساب هذه الشخصيتين. في علم النفس بنقول عليه اضطراب الشخصية. الاضطراب الشخصية ده ليه أي ملمح منهم؟ هل هو هستيري يعني متقلب والنهارده كويس، ولا هو نرجسي مش عايز اي حد يظهر غيره، ولا هو سايكوباتي عايز يأذي لمجرد الاذى؟ النرجسي زي ما يكون مثلا قطر كده ماشي، لو انت مش واقفه قصاده عادي مش هيأذيكي، لكن لو انت وقفت قصاده هيأذيكي. لكن لو حصل تعارض مصالح او هدف عايز يوصل. ده الشخص النرجسي. النرجسي شبه الطاووس بالظبط، تلاقيه شخص اجوف لا يملك علم، لا يملك داتا، لا غير مؤثر الا من خلال الريش، شبه الطاووس. شبه الطاووس كده، لو راح عنه الريش لا يقدر يطير ولا ينفع يتاكل، فهو ريش وخلاص. الشخص السايكوباتي لا، ده هيأذيكي حتى لو انت يعني تقولي مثلا هتجنب الشخص ده وخلاص بقى وقطعنا علاقتنا ببعض، ما يسيبكيش، تفضل هذه الشخصيه وراكي تأذيكي وتأذي كل اللي حواليكي من اللي انت بتحبيهم. بس خليني اقول لك الاول، الناس دي مسؤولة عن اللي بتعمله ولا مش مسؤولة؟ هديكي مثال بسيط قوي. انت عارفة سيدنا النبي كان متزوج السيدة صفية بنت حيي بن أبطل، ده كان احد زعماء يهود المدينة، كويس؟ كانت زوجة سيدنا النبي. فالسيدة صفية بتحكي حاجة لطيفة قوي، بصي حاجة في منتهى اللطف، ارجو انك تسمعيها كده وتحسيها. بتقولك ان انا كان ليا بشاشة عند ابويا، كان لي بشاشة عند أبي، يعني لما يقابلني يسيب اللي في إيده وياخدني بحضنه كده. فيوم دخول النبي المدينة، لما النبي دخل على المدينة من مهاجر من مكة يعني طالع من أذى المشركين، كان أبي وعمي يتحدثان، فلما دخلت لم يلقي لي بال، يعني ما خدش باله أصلا هو أنا موجودة أصلا ولا لا. فسمعته ينادي عمي، أهو هو يعني اللي احنا شفناه ده هو اللي موجود عندنا في التوراة، أهو هو؟ فأجابه نعم هو. فرد عليه قال له وما فعلنا؟ هنعمل ايه طالما اتأكدنا ان هو هو؟ هنعمل ايه؟ شوف الرد بقى، عداوته ما بقيت. شوف المبدأ مش ازاي، يعني انا هعمل كل حاجة عشان اذي هذا الشخص. طيب الامام احمد بن حنبل امام اهل السنة من ضمن ما اخذ المعتصم انه حبس، حبس الامام احمد سنة لما قال ايه؟ ليس لصاحب البدعة من توبة. فقالوا له يا إمام أنت بتقفل باب التوبة عن العباد إزاي؟ ما حدش فكر يسأله أنت ليه بتقول كده. الإمام أحمد كان عنده وجهة نظر لطيفة قوي، قال لك يا جماعة المبتدع مش مقتنع أنه عمل ذنب، يبقى هيتوب عن إيه؟ صحيح. لذلك السايكوباتي وخصوصا السايكوباتي المتدين هو شايف انه طول الوقت بيراقبك ويتابعك ويتجسس عليكي ويشحن الناس ضدك ويغير منك ويحقد عليكي وينفسن ويأذي اللي بيحبوكي ويأذي اللي انت بتحبيهم. هو شايف ان العمل اللي بيعمله ده تقرب، شبه كده اللي بيروح يفجر نفسه. بصي ممكن حتى يبرر نفسه منطق ديني، ممكن يبرر منطق ديني. طيب الناس دي بيكون اثارها ايه؟ كل من تتبع الناس دي بيمر بأزمة كبيرة جدا، اهمها خفض مستوى المناعة النفسية عند البشر اللي بتتعامل معاهم.